ازدحامات بغداد كابوس نهاري للمواطن يتكرر في كل يوم. ساعات يقضيها البغداديون متوقفين في معظم ساحات وتقاطعات العاصمة بسبب زحمة السير. تقريبا يوميا 4 ساعات 5 ساعات وقوف. زين؟ يعني ما سووا لها حل نهائيا. نحو 3 ملايين سيارة تجوب شوارع بغداد متجاوزة طاقة استيعاب الشوارع بعشرة أضعاف بحسب المرور العام. أما الحلول فهي تستدعي أولا توسيع الشوارع وإضافة العديد من المجسرات والأنفاق وزيادة الطرق الحولية للعاصمة، مشاريع بدأت الحكومة تنفيذها لكنها تحتاج إلى وقت لتبدو ملامحها وينعكس تأثيرها على الشوارع وازدحاماتها. الوقت الزمني اللي وضعته الخطة وزارة الإسكان والإعمار مع أمانة بغداد ومع الوكيل الفني في أمانة بغداد، الموضوع يطول خلال منتصف عام 24، يعني منا إلى سنة تقريبا راح تبين بوادر هذه الأنفاق والجسور والمجسرات، زائد الحولي حولي بغداد بالرنج الرابع اللي هو تمنته 100% وزارة الإسكان. ومن الحلول المهمة أيضا تحديد سير المركبات غير النظامية بالشارع كالتكاتك والدراجات وإحصاؤها وترقيمها وتحديد آليات استيرادها كما يرى مختصون. الازدحامات في بغداد أزمة يومية يعيشها المواطنون تتطلب حلولا استراتيجية بعيدة المدى ربما لن يظهر تأثيرها قبل سنوات. حيدر البدري، UTV بغداد.